جوه شنو هالجمال هذا النوب مشغل اغاني علي النوب اغنية حميد منصور وإلا احلى وحدة يم داركم مش ما ادري هذا احب حميد منصور يمه شوف ولو ما احس عبريت عتبة داركم والتمت بروح المحنة واشتهيت اخباركم والتمت بروح المحنة لعد ما يقولون طحين ماكو ليش هذا الكيك منيع أنا كيك طبعاً ناقصني في كمباودر فدوة شون تصجيمات لو تجيب لنا شوية من الستينات ومن السبعينات همين اسمك 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 أني لك اسمي حميدو 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 النوم لا لهنا أنا وكافي يعني هم حميدو وهميني الرقم الرقم أجل أحلي طيني الرقم الجوارين وقف إيدي تعاي تعاي مو خبز سحل انت واقفه بالباب انت واقف بالباب مو اني انت احنا واقفين بالباب وهذا منو هذا الغريب لا ان شاء الله يصير قريب ايش بيك اميتاب يبعث من جديد غير حميدو لا يظل غريب إيه. طب جوي ليش طبي تشلبي بكيفك بعد يما سبحان يا حسب ما شاء الله نظيفه هاي 81 ها 81 اي 81 انت 81 اني 85 ها 85 اي مو سوي هيجي انت غريب بدربونتنا طبعا بعد اسمع عمو انت ايش عندك اليوم بدربونتنا وايش عندك تباع علاقتي لا لا ليش هيجي خطيه انه هو معظم يحظي يضرب باكي باع الحب انكتل من وراي عمو تراني مختل عقليا وعندي انفصام بالشخصيه وواقع على صبه والصبه واقع علي والبنيه قالت تعال احنا نعالجك ها لا صدق احنا راح نعالجك ما شاء الله ايش طالع هاي بلبل من ذوقك وبعدين هذا شنو هذا الرقم هذا رقم الاسعاف اذا احتاجيتوا شيء خبروهم ها الاسعاف اللي حشيلك مو سوى حسب الطلب داك اياه باوع هاي الدربونه بعد ما تطبها او بعد ما تفوتها اسمع عمو وجابك هنا لزقت في القاع زين عمو لا لا هيك لا هيك هوايه هوايه لا باعي بعد ما فوت منا ولا شغل يم داركم لا شو الشغل الا فلش داركم نشوف شلون لحفل شكله سلامات ابعاد سلامات ويا الرايح ويا الجاي ابعاد سلامات تستاهل ليش تجي صدشي مني بالباب مداقتي